السلام عليكم الخوت، راه مباشره من السوق ثلاث ولاد فارس الخوت، اقليم 16 راه بتاريخ 14 شهر جوج 2023. ما تنساوش اللايك ديالكم، بارطاجيو هذا الفيديو، وتحياتي لكم الخوت داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. خيرات تبارك الله اليوم، وشوفوا معنا الاثمنه وشوفوا السوق. السوق راه صغير الخوت، راه كيدخلوا لي غير الناس ديال القبيله، وشوفوا الاثمنه. وتحيه للناس ديال مزاب، كنشكروا كاع المشاهدين بلي جيم لي بارطاج ديالكم، تحياتي لكم من القلب الخوت. الله يسهل الامور الخوت وتبارك الله عليكم. اي بارك الخوت، خيرات تبارك الله. اي بارك تبارك الله، راه عطاو 52 و 500 ريال تبارك الله، مليح تبارك الله. هذه هي راه السوق النعجه الخوت. اي بارك تبارك الله، شحال فيها من الذكاره ديالنا؟ مارسي الله يسخر الامور، فيها سبعه الذكوره، سبعه الذكوره وسبعه الحوليات تبارك الله. الله يبارك، اي بارك. هاتوما الخوت المليح تبارك الله، اي بارك تبارك الله، اي بارك تبارك الله. سبعه الذكوره وسبعه النتوات تبارك الله، اي بارك تبارك الله. بقى صغيرة في السن الخوت، اي بارك تبارك الله، اي بارك تبارك الله. الوليدات الخوت، وليدات ملاح تبارك الله، وليدات راه ملاح تبارك الله. يا الله يسهل الامور تبارك الله عليكم. شبعوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر. الله يبارك تبارك الله، اي بارك تبارك الله. ما شحال الثمانه ديالنا؟ 54 و 500 ريال المشري ديالهم، المشري ديالهم الخوت 54 و 500 ريال. عطاو 200 درهم ياك، 4000 ريال. اي بارك تبارك الله، راه عطاو 200 درهم 4000 ريال تبارك الله. والله يجيب التيسير. وما شحال فيهم الراس ديالنا؟ كاينين سته الريوس تبارك الله، سته الحبات تبارك الله. المشرى ديالهم 1725 درهم. كي داير السوق اليوم؟ الحمد لله السوق راه مزيان، والسلعه راه شويه قليله اليوم، الخروف قليل. والله يسهل الامور تبارك الله عليك اسيدي، كنشكروك. دور المشرى ديالهم 1725 درهم، قلت يعطاو 200 درهم ياك 4000 ريال، ما بغيتيش تبيع ب 4000. والله يسخر الامور، باقي شويه معاهم، والله يجيب التيسير اخويا تبارك الله عليك. اي بارك تبارك الله. ما شحال عطاوك عبد العزيز؟ 35000، 1750 درهم تبارك الله. الله يبارك، شحال فيها من الراسه ديالنا؟ كاينين 10 الحبات، المرقدات هاد ياك، المرقدات هاد تبارك الله، راه 1750 درهم، 35000. الله يبارك تبارك الله، الله يبارك. 35 كاينه ياك، عاطينها. وشحال قلتي لهم الثمن ديال البيع؟ قلتي لهم 40000، 2000 درهم اللي قال لهم تبارك الله. 35 راه كاينه تبارك الله، 1750 درهم. الله يبارك تبارك الله، الله يسهل الامور اخويا تبارك الله عليك، كنشكروك اسيدي. ما شحال عطاوك القرقوري في الربعه؟ شحال قلتي لهم؟ 45، 2250 درهم تبارك الله. هذه الربعه 45000، الله يبارك. وهذو شحال القرقوري؟ 36، عطاو الخوت 1800 درهم، قال لهم هو 2000 درهم تبارك الله الثمن ديال البيع. عطاو 36، 1800 درهم، الله يبارك تبارك الله. والله يسهل الامور الخوت، خير فيها الرازينين تبارك الله. والثمن، الثمن راه شويه، الثمن مناسب، الثمن مناسب الخوت. الله يبارك تبارك الله، السوق شويه خاوي، السلعه راه شويه قليله اليوم. هانتوما الخوت، السلعه راه شويه قليله. ايوا تبعوا معنا الخوت الفيديو من الاول حتى الاخر، وتبارك الله عليكم الخوت. اي بارك تبارك الله، السلعه ديال القراقرق مولا القرقوري، خرا فيها الرزيني تبارك الله. ايوا تبارك الله عليكم الخوت، اي بارك تبارك الله. شو والده يوسف هذيك الملي؟ ثلاثة الحوليات وجوج خرفان.
يبارك تبارك الله. ثلاثه الحوليات وجوج خرفان، كل وحده والده واحد. ياك الثمن شحال يوسف؟ 48 2400 درهم تبارك الله على الحاج. يبارك تبارك الله. وشحال الثلاثه يوسف؟ كل شيء خمسه، هما خمسه كاينين ثلاثه الذكوره وثلاثه النتوات تبارك الله. 2400 درهم 48. الله يبارك تبارك الله. يبارك عجيات راه مليح تبارك الله. انا مليح انا مليح. انتوما الخوت راه وليدات تبارك الله، راه زوينين نقيين تبارك الله. 2400 درهم خمسه تبارك الله. والله يجيب التيسير سي يوسف. يبارك تبارك الله. بقاو معنا الخوت، شوف هاد الدايره. يبارك تبارك الله. شحال هذا يوسف؟ 120 6000 درهم تبارك الله. اش والدات؟ خروف وحوليه ياك؟ خروف وحوليه تبارك الله 6000 درهم 120000. الله يبارك مليح تبارك الله. والله يسخر الامور السي يوسف تبارك الله عليك. 120 سي يوسف تحياتي لك. الله يجيب التيسير اخويا، غنشكروك. وهذا عبد العزيز شحال؟ 42. الله يبارك تبارك الله. بغى فيهم الخوت 42 2100 درهم تبارك الله. تما شحال فيهم الراسه ديالنا؟ كاينين تسعه. بغى فيهم الخوت 42. والمعطى ما عرفت شحال؟ 37 المعطى الخوت 1850 درهم المعطى الخوت. الله يبارك الله يبارك. هذا راه بغى فيهم 42 معطيه 37 1850 درهم. كاينين تسعه الحبات تبارك الله. البيض البلدي، البيض البلدي تبارك الله. لا خرفان زينين تبارك الله، خرفان ديال الكسيب. هذا تكون عندهم شي 4 اشهر تقريبا ياك، 4 اشهر ما بين 4 5. والله يسخر الامور تبارك الله على المشاهدين. يبارك تبارك الله. والله يسخر الامور الخوت تبارك الله عليك. يبارك تبارك الله. 36 اسمحهم طاو 32 قال لهم 37 1850 درهم مع طيه الخوت 1600. الله يبارك تبارك الله. شحال فيها من راسه؟ 28 راس. الله يبارك تبارك الله. راه فيها 28 راس المرقيدات هاد. لا الناس صحابنا هادو الخوت. والله يستر الامور. يبارك تبارك الله. سي محمد غبورات هادي يا سي محمد، واش غدير؟ ياك كلشي مزيان. يبارك تبارك الله. كاين المليح الخوت خيرات تبارك الله. لا المليح السلعه زوينه نقيه تبارك الله. الله يحسن العون لكل واحد. هذا الشيء اللي كاين، الله يحسن العون لكل واحد اخويا سي محمد. امين امين اخويا. يجيب التيسير. لا نبات زين تبارك الله. اي والله يسر الامور الخوت. قال لي 37850 درهم. الله يسخر لكم اخويا سي محمد. يجيب التيسير.